وبالعودة إلى اجتماعات اليوم السادس والأخير للجنة البرلمانية المختصة ببحث برنامج الحكومة، انضم إلينا مباشرة من مجلس النواب مراسل التلفزيون المصري إلى هناك أحمد الحسيني. أحمد، حدثنا عن الموضوعات التي طرحت في اليوم السادس والأخير لهذه الاجتماعات بخصوص البرنامج الحكومي. نعم، بداية تتواصل الاجتماع 11 والأخير في اليوم السادس لهذه الاجتماعات، وحضر في تمام الساعة 3 بعد ظهر اليوم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأيضا وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث خصصت هذه الجلسة 11 والأخيرة لبحث ومناقشة ملفي وزارة الاتصالات وأيضا وزارة التموين. تم طرح برنامج وبيان الحكومة من قبل الوزيرين، وتم أيضا التعقيب من قبل السادة النواب، وكان هناك الكثير من الاستفسارات حول تطوير أو مزيد من التطوير في مجال أو ما هذين الملفين الخاصين بوزارة الاتصالات والعمل أيضا في وزارة التموين، وأيضا مزيد من حوكمة كل الأمور الخاصة بوزارة التموين. ما زالت هذه الجلسة مستمرة، وقبلها كان هناك أيضا جلسة مهمة لوزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وتم أيضا طرح العديد من المناقشات فيما يخص المصريين بالخارج وخاصة الطلبة الدارسين بالخارج وأيضا الممثليات المصرية في شتى دول العالم. يمكن هذه الجلسة بدأت بكلمة للمستشار أحمد سعد الدين رئيس هذه اللجنة الخاصة المشكلة من 42 عضوا، وأكد على ثلاثة محاور رئيسية. أكد أن هناك تناغم ما بين عمل الوزارات وما بين المجموعات الوزارية، سواء في المجموعة الاقتصادية أو أي مجموعة وزارية أخرى، بالإضافة إلى أن هذه الوزارات تعمل من أجل إعلاء مصلحة الوطن بالأساس. هذا بالإضافة إلى أنه بدأ أيضا بتوجيه الشكر لكافة الوزارات الذين جاءوا وجلسوا بالساعات. في بعض الأيام استمرت هذه الجلسات إلى 12 ساعة متواصلة لبحث برنامج الحكومة، ومن المقرر يوم الخميس القادم بإذن الله أن يتم طرح هذا التقرير الذي سوف تعده هذه اللجنة الخاصة في الأيام المقبلة وطرحه على السادة أعضاء مجلس النواب يوم الخميس القادم بإذن الله. نعم أحمد، كان هناك حديث عن مكاتب التمثيل في السفارات المختلفة وإعطاء دور أقوى لهذه المكاتب والترويج عبر السفارات للاستثمار في مصر، ما الجديد لديك في هذا الشأن؟ نعم، بالفعل هذه النقطة كانت محور الحديث ومحور المناقشات في الجلسة الأولى بمشاركة وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وتحدث فيها السادة النواب عن هذا الملف. وقبل ذلك أيضا طرح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية عن برنامج الحكومة في تطوير هذه المكاتب والممثلات في الخارج وكيفية الاستفادة من وجودها في دعم الاستثمار خاصة في الخارج والترويج لمصر في كافة النواحي سواء الاستثمارية أو الثقافية أو السياحية. وكان هناك تعاون كبير سواء في المناقشات بطبعا سواء من قبل السادة وفد الوزارة أو أيضا من أعضاء اللجان المختصة فيما يخص لجان المجلس النواب، لجنة الخارجية والشؤون الإفريقية والشؤون العربية. وبالتالي يتم إعداد هذا التقرير الذي سوف يتم طرحه يوم الخميس القادم، سوف يتم في كافة هذه التفاصيل الخاصة بتطوير عمل الحكومة وبرنامج وبيان الحكومة فيما يخص هذه النقطة تحديدا. نعم أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.